مرحبا بقناة تاليا ودانيال. الأدوات اللي راح نستعملها هي لعبة الميلتد بيد وأي شكل بدكم إياه. وراح نحتاج للورقة اللي عليها الشكل. نصنع ميدالية بهاي اللعبة. أول إشي 3 يلا. وهلأ راح نبلش. تحتاج لست ألوان ولون واحد لون أصفر عشان تحطوه جوا. هلأ بنحطهم على 3. وهلأ راح نحط الشمع على الصورة. مش ضروري تعملوا نفس ألوان الصورة. أنا راح أعمل ألوان مختلفة وبتحطوها مثل ما بدكم. وإذا خرب عندكم إشي ممكن تستعملوا. راح نعملها مثل ما بدنا. ممكن تحطوا ما تعملوا الأزرق. ولما تخلصوا خلوا أمكم أو أبوكم يساعدوكم عشان تكووها عشان تثبت وتصير حلوة. تكون ميدالية أو طوق أو أي إشي بدكم إياه. وهلأ رح نعملها بالمكواة. وثري يلا. ونحتاج علشان نكويها نحط ورق الزبدة فوقها. خلوا المكواة تسخن وخلوا أمكم أو أبوكم يساعدوكم على يعملوا لكم إياها. هلأ رح أحط ورقة الزبدة على الشكل تبعي. وكمان ديروا بالكم علشان ما تدوب كاملة. هلأ كويتها. هلأ رح نشيلها رح نقلبها ونتركها شوية علشان تبرد. وبعدين بنشيلها شوية شوية. وهلأ انتبهوا علشان ما تنكسر علشان تطلع حلوة ومرتبة. بشوفكم بالفيديو التاني. اضغطوا لايك وسبسكرايب. باي باي. يلا. وهاد بطلع الشكل النهائي. ممكن تعملوا كتير اشياء مثل طوق واسوارة وهيك. في الوان تانية للميدالية. بشوفكم بفيديو التاني. باي باي.